نشرة إخبارية جديدة من قناة الغد المشرق، نبدأها بالعناوين. بعد مصادرة البحرية الأمريكية لسفينة أسلحة إيرانية في طريقها للحوثيين، الحكومة تتهم إيران بتقويض جهود التهدئة ومخالفة القانون الدولي. لصرف الأنظار عن الغضب الشعبي ضدها، ميليشيات الحوثي تواصل خنق وسائل الإعلام واعتقال الصحفيين وتدعو لتكثيف التحشيد العسكري في الجبهات. بمناسبة تدشين العام التدريبي الجديد 2023، قوات معسكر لواء بارشيد تقيم عرضا عسكريا. أهلا بكم. قالت الحكومة إن إعلان البحرية الأمريكية اعتراض ومصادرة سفينة إيرانية على متنها بنادق هجومية كانت في طريقها لميليشيات الحوثي يؤكد تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة في انتهاك سافر للقوانين الدولية. وأشارت الحكومة إلى مساعي النظام الإيراني تصدير أزماته الداخلية والخارجية عبر تفجير الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية المنادية بإسقاطه في مختلف المحافظات الإيرانية وتعثر مفاوضات أحياء الملف النووي عبر التلويح بأوراقه في المنطقة وتحريكها لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي مع السفير الأمريكي ستيفن فاجن مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية. وأشار الزبيدي إلى أن السلام الشامل والدائم يتحقق بالالتزام بالمبادئ التي قامت عليها الشراكة المنبثقة عن اتفاق الرياض ومشاورات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالجة أسباب وجذور الصراع والتعاطي مع الواقع الموجود على الأرض، وفي طليعة ذلك حل قضية شعب الجنوب. أكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن الذكرى 17 للتصالح والتسامح الجنوبي ستظل حائط الصد والصخرة التي تتحطم عليها كل المحاولات والمشاريع التي تستهدف شعب الجنوب وقضيته العادلة. ولفت المجلس الانتقالي الجنوبي خلال اجتماعه الدوري إلى أن ذكرى التصالح والتسامح الجنوبي ذات هذا العام في ظل إنجازات كبيرة تحققت في إطار الحوار الوطني الجنوبي وتعزيز التلاحم والاصطفاف الوطني للحفاظ على مكتسبات شعب الجنوب. أبلغت ميليشيات الحوثي عددا كبيرا من الصحفيين في وسائل الإعلام المحصول عليها بحزمة من موانع النشر وقضايا يحظر تناولها بأي شكل كان. وأظهرت قيود الحوثي الجديدة فزع الميليشيات الإرهابية من اندلاع انتفاضة شعبية في مناطق سيطرتها في ظل احتقان شعبي متصاعد. بعد شنها هجمة شرسة ضد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي واعتقالها 11 ناشطا بينهم 5 من أكثر النشطاء حضورا في المشهد الإعلامي من داخل العاصمة المختطفة صنعاء، انتقلت ميليشيات الحوثي لوضع آخر مسمار في نعش الإعلام بعد سنوات من التضليل وتخريب الفكر اليمني. واتجهت الميليشيات لوضع ضوابط جديدة على مذيعي التلفزيون والراديو والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي ضمن مخطط للسيطرة على الخطاب الإعلامي في مناطقها، وأبلغت عددا كبيرا من وسائل الإعلام المحسوبة عليها بحزمة من موانع النشر وقضايا يحظر تناولها بأي شكل كان. وبحسب المصادر فإن الميليشيات أنهت صياغة تشريع قانوني يمنع على أي مواطن تناقل أو إرسال معلومات أو أخبار أو مقاطع مصورة ضد ما تسميه بالجبهة الداخلية أو منقولة من إعلام الحكومة والتحالف العربي. وأكدت أن ميليشياتها سوف تسعى للتعامل مع ذلك وفق نصوص ما تسمى قوانين الخيانة العسكرية في وقت الحروب، إشارة لتهم التخابر التي لفقتها للصحفيين المعتقلين في سجونها الوحشية. ويمنح التشريع الحوثي الذي أعدته لجنة مشتركة من مجلسي النواب والشورى التابعة لها صلاحيات عقابية واسعة لكل من يتم ضبط مواد منقولة من خلاله أو منشورة عبره في منصات التواصل بينها تطبيق واتساب في انتهاك سافر للخصوصية. كما يقضي التشريع الحوثي بأن يتم تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة في كل مكان بما فيه الجامعات والمحلات والشوارع ومقرات حكومية، وذلك على هواتف وأجهزة لابتوب ووسائل نشر وتداول مختلفة منها المنشورات الورقية.
يشار إلى أن معظم وسائل إعلام الحوثي تخضع لما يسمى الاتحاد الإسلامي للإذاعة والتلفزيون الإيراني، فيما تفرض ميليشيات الحوثي رقابة لصيقة على مستخدمي الإنترنت الأرضي ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد لجأت لاعتقال الآلاف بعد انتقادهم للإنقلابيين. وبالتزامن مع حملة الاعتقالات التي تطال الإعلاميين الرافضين لسياسة ميليشيات الحوثي، تكثف الأخيرة من دعواتها للقتال والتحشيد في الجبهات لصرف الأنظار عن انتهاكاتها بحق المدنيين. تحويل الرأي العام واللعب على العقول هي أبرز مهارات الميليشيات في حربها العبثية. دعوات وحملات للنفير بكل المحافظات الخاضعة لسيطرتها إلى الجبهات لحرف مسار المدنيين عن كل الأفعال التي سلط عليها الضوء الإعلاميين المنتفضين للشعب المظلوم. إعلام الميليشيات لم يبقى له سوى الكذب والترهات البعيدة عن الفضائح التي انطلقت مؤخرا من قبل المواطنين الذين يقاسون الحياة في مناطق السيطرة بسبب حرب الميليشيات. والتناقض بين الواقع والأفعال حرفيا هو ما يعيشه المواطن في العاصمة المختطفة والميليشيات اليوم بعد تسخيرها للشعب والأموال الموجودة لحربها العبثية الإيرانية. لم تحسب حساب بأن سيأتي يوم وينجلي هذا الظلم الذي يعيشه المواطنون. فتصوير الجثث على أنها أعلام وقدوة والتغرير بالأطفال ورسم الصورة الإسلامية والجهادية وزرع هذه الأيديولوجية في أذهان العامة لتنسيهم حقوقهم ورواتبهم المنهوبة عدا عن الحصار المفروض عليهم بسبب التعنت الذي يقوده الحوثي، فعلى الأغلب 8 سنوات كفيلة لها بأن تكشف زيف هذه الحقائق. فأصول الأموال التي تضخمت في حسابات الميليشيات الحوثية والطفرة المادية التي ظهرت عليهم لم تكن وليدة اللحظة. أما عن ضباط الحرب الناعمة كما أسماهم الخامنئي، فهم الإرهابيون المجندون خلف الشاشات والذين قادوا حربا إعلامية على كل من فضح أفعال الميليشيات ووضعها على السطح. فالخوف من تراجع تصدير الثورة الإيرانية الشيعية التي عملت جاهدة طهران على تسييرها بين قاطرة الدول العربية، ثورة الإعلاميين الأخيرة والتي عملت على هزها، كان صداها دعوات عبر قنوات الميليشيات الحوثية للنفير للجبهات الغوغائية والإعلام المضلل، ذلك الصوت الذي تصدح بالعالي له الميليشيات الحوثية علها توصل به الأفكار الإيرانية بعد خوفها من ثورة شعبية قائمة لا محالة. أصبح ناقوس خطر تعالت أصواته وسيصل قريبا لإخماد تلك الأطماع الإيرانية في اليمن. دشن اللواء أول مشاة بحري بسقطرى العام التدريبي الأول لعام 2023. وأكد محافظ سقطرى المهندس رأفت الثقلي أن السلطة المحلية تولي اهتماما خاصا للقوات المسلحة من أجل أن تقوم بدورها الوطني على أكمل وجه في حماية المحافظة. هذا وشهد التدشين عرضا عسكريا مهيبا شاركت فيه جميع وحدات وسرايا اللواء. أقيم في معسكر لواء برشيد غرب حضرموت عرض عسكري لوحدات من قوات لواء برشيد بمناسبة تدشين العام التدريبي الجديد 2023. يزأرونك الأسود في الميدان مصنع الرجال ثابتون، وفي ساحات الوغى مجربون. أفراد وضباط لواء برشيد التابع للمنطقة العسكرية الثانية يدشنون العام التدريبي الجديد بعرض عسكري مهيب غرب حضرموت. نوصيكم بتعزيز الجاهزية والحرص على مزيد من الاستعداد والتدريب لمجابهة كل الأخطار التي تحدق بوطننا، وأيضا لنعمل جميعا باتجاه استكمال تحرير محافظات الجنوب وبالذات وادي وصحراء حضرموت ومحافظة المهرة. اللواء جاهز كل الجاهزية وفي أي وقت لتنفيذ مهامه القتالية الذي يطلع إليها جماهير شعبنا، وهي إعادة دولته وتحرير أراضيه المغتصبة المتمثلة في وادي حضرموت والمهرة ومكيراس وكل ذرة رمل باقي من أرض الجنوب ترزح تحت الاحتلال
يتطلع كل أفراد قواتنا المسلحة للمشاركة الفعالة في تحريرها. العرض العسكري نفذته وحدات عسكرية من قوات اللواء. المقاتلون استعرضوا مهاراتهم وقدراتهم العالية في خوض المعارك وإدارتها. إننا ضباط هذا اللواء مرة وثلاثا وعشرون مليون نجدد العهد لله ولشعبنا وقيادتنا السياسية والعسكرية ممثلة بالقائد الرمز عيدروس بن اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي. النضل محافظين على شرفنا العسكري مؤدين واجباتنا بتفاني وإخلاص، وسنذهب إلى حيث أمرنا قيادتنا العسكرية، وسنعمل على رفع من مهاراتنا العسكرية من خلال التدريب المستمر وصيانة السلاح والمعدات والحفاظ على الملكية العامة. هذه القوة العسكرية استعرضت أيضا أهم التدريبات التي سيخوضها اللواء خلال العام التدريبي الجديد، بما يعزز قدراتهم لحفظ الأمن والاستقرار في نطاق تواجدهم. هذه القوة العسكرية هي من دكت معاقل الإرهاب والتطرف في وادي المسيني، وهي التي تحمي البوابة الغربية لحضرموت. اليوم تستعرض جاهزيتها لكتابة انتصارات جديدة تضاف إلى سجلاتها الحافلة. محسن البعيد، قناة الغد المشرق، المكلا. عقد المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع سعيد المنهالي بالمكلا لقاء مشتركا بين الجهازين الأمني والاستخباراتي، وتطرق اللقاء إلى ضرورة ترابط الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بشكل أفضل في المرحلة المقبلة لمراقبة ورصد أي تحركات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. فريق استشاري مصري يجري دراسة لتطوير ميناء المخا. أهلا بكم من جديد. يزور فريق استشاري مصري متخصص في تطوير الموانئ والمطارات بمدينة المخا لإجراء دراسات من أجل تطوير ميناء المدينة. وعقد اجتماعا مع مدير عام مديرية المخا باسم الزريقي ومدير الميناء عبد الملك الشرعبي، كما زار الميناء وتفقد وضعه الحالي. فريق استشاري من جمهورية مصر يصل مدينة المخا لإجراء دراسات شاملة لتطوير ميناء المدينة وتحويله إلى ميناء دولي. تفقد الفريق مرافق الميناء والمقومات الطبيعية لإنشاء مناطق الأرصفة والحفار الذي سيتولى عملية تعميق الرصيف، وقدم تصورا أوليا للخطة التي سيعمل عليها في القادم. كما يقول، تنص الخطة على تعميق الرصيف الحالي بمسافة 16 مترا بحيث يكون قادرا على استيعاب السفن الكبيرة، وإنشاء رصيفين آخرين بغاطس 16 مترا، ومناطق للحاويات وصوامع الغلال وتعليب وتصدير الأسماك، بالإضافة إلى حوض سفن ومعهد تدريب دولي لتطوير الموانئ وفندق ومنطقة سكنية لموظفي الميناء. التطوير بيشمل ان انا بطور الرصيف الحالي اللي هو موجود اللي هو غاطس تقريبا لا يسمح باكثر من سفن غاطس 6 متر يستقبل سفن غاطس 6 متر، والرصيف بحالته الراهنه متهالك ولا يصلح لاستقبال سفن. فالمشروع بتاعنا بيشمل ان احنا نطور الرصيف الحالي عشان يستقبل سفن غاطس 16 متر، وانشاء رصيف تاني على حاجز الامواج يستقبل غاطس 16 متر. الامر اللي بيستتبع ان انا بطور حاجز الامواج وبرفع كفاءته. الفريق الاستشاري المتخصص بتطوير الموانئ والمطارات من المقرر أن يقوم أثناء الزيارة بتحديد حرم مطار المخا الدولي الذي يجري العمل فيه بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتنسيق مع الشركة المختصة لإنشاء المطار والجهات ذات العلاقة. تطوير ميناء المخا وإنشاء مطار المخا الدولي هو جزء من سلسلة مشاريع تنفذ في مديرية المخا لتحسين جودة الخدمات فيها، كمستشفى الثاني من ديسمبر ومشروع سفلتة طريق ذباب وشق طريق أخرى تربط المخا بمدينة تعز بتمويل إماراتي، فضلا عن مشاريع أخرى يجري العمل فيها في مختلف القطاعات ومن المقرر تدشينها خلال العام الجاري.
تبدو مدينة المخا على موعد مع تنمية شاملة في مختلف القطاعات برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق محمد عبد الله صالح، وهي تنمية تعيد المدينة إلى دورها التاريخي التي كانت تحتله سابقا وتعيد أيضا الحياة إليها، فهي تشهد نهضة عمرانية وتجارية وفي الأثناء نهضة في البنية التحتية تجعلها قادرة على تلبية كل الخدمات الأساسية للمواطن اليمني. نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأهم العناوين. بعد مصادرة البحرية الأمريكية لسفينة أسلحة إيرانية في طريقها للحوثيين، الحكومة تتهم إيران بتقويض جهود التهدئة ومخالفة القانون الدولي. لصرف الأنظار عن الغضب الشعبي ضدها، ميليشيات الحوثي تواصل خنق وسائل الإعلام واعتقال صحفيين وتدعو لتكثيف التحشيد العسكري في الجبهات. بمناسبة تدشين العام التدريبي الجديد 2023، قوات معسكر لواء بارشيد تقيم عرضا عسكريا. يمكنكم متابعة المزيد عبر حساباتنا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. الغدوائي، إلى اللقاء. We'll be right back.